أعزائي مشاهدي تلفزيون الراي، أهلا وسهلا فيكم. بإذن الله لقاءنا يتجدد معكم كل يوم جمعة الساعة 9:30 على قناة الراي في برنامجكم GFC Gladiators Fighting Championship. اسمي صالح الشريف، الرئيس التنفيذي للمنظمة، ومعاكم مسعود الكندري، مؤسس ونائب رئيس منظمة GFC. نفس ما شفتوا بالسبت اللي طاف عرضنا لكم بطولة GFC وكانت تتضمن 12 نزال، والنزالات هذه كانت تعد الأقوى في الشغلة وسط، والنزالات بعضها كانت تعتمد على السرعة وبعضها كانت تعتمد على القوة. أتمنى أنكم استمتعتوا معنا بهذه البطولة. طبعاً ابتداء من حلقة اليوم والحلقات القادمة راح في كل حلقة نعرض نزال بشكل مفصل، راح نتكلم عن النزال بشكل تحليلي، راح نعرض لكم لقطات خلف الكواليس من زوايا أخرى ما شفتوها في البطولة، بالإضافة لأن راح نعرفكم على اللاعبين وتجهيزاتهم للنزالات، سواء في مقابلات معهم قبل البطولة أو بعد البطولة. حلقتنا اليوم راح تكون مختصة في المباراة الأولى، هي المباراة تحت وزن 56 بين اللاعب محمد علي واللاعب فواز فرنانديز. عشان أعرفكم أكثر على اللاعبين تابعوا معنا هذا التقرير. نفس ما شفنا في التقرير تعرفنا على اللاعبين لوزن تحت 56 كيلوغرام، وهذا طبعا كان النزال الأول. اللاعب فواز فرنانديز هو لاعب من الفلبين ومتخصص في الفريستايل، احنا نسمي طبعا الفريستايل لما يكون اللاعب متخصص في اكثر من لعبه، هو طبعا متخصص في الجرابلينج والمواي تاي. اللاعب الخصم هو كان محمد علي، وهو من جمهوريه مصر العربيه. محمد علي هو بطل الكويت للملاكمه والكيك بوكسينج لاكثر من مره، وهو طبعا لاعب متخصص في الاسترايك. بتهيألي الصوره صارت الحين واضحه سعود لو نتكلم عن نقاط القوه ونقاط الضعف لدى اللاعبين. صالح خلنا اول شيء نبدا مع اللاعب فواز فرنانديز. فواز فرنانديز مختص في لعبه الارضي الجرابلينج، وشيء طبيعي راح تكون هي نقطه القوه بالنسبه له، اما الاسترايك راح تكون النقطه الضعف بالنسبه له. محمد بما انه لاعب ملاكمه انا متابعه من فتره، هو طبعا لاعب من اللاعبين اللي بيفرغوا الوزن، ما بيبحث عن النقاط ولكنه يبحث عن تفريغ الوزن او الضربات القويه المؤثره اللي دائما يحاول من خلالها ان ينزل الخصم لضربه القاضيه. طبعا فواز فرنانديز أنا لاعب صراحة جدا يعجبني، لاعب متخصص في لعبتين، في لعبة الجرابلينج وفي لعبة المواي تاي. محمد يمكن بالنسبة له الخبرة في اللعب الأرضي أقل، ولكنه جهز في آخر فترة لدى توقيع العقد مع GFC بدأ بالتجهيز في لعبة الجوجيتسو. صالح خلنا نعرف المشاهدين أكثر على اللاعب محمد علي من خلال هذا التقرير، تابعوا معنا هذا التقرير. أنا محمد علي عبد الفتاح، بطل ملاكمة وبطل الكيك بوكسينج، والحين ألعب جيجيتسو وMMA، وما حد مالي ما حد القمم الشامخة، وصار لي ألعب 3-2. أنا أتمرن 6 ساعات، 3 ساعات الصبح وثلاث ساعات العصر، وأركز على القوة البدنية واللياقة العالية، وآخر تمرين شادو وشوية فايت بس. فوزي عشان بلدي وأهلي ومدربين. شنو راح اسوي بخصمي؟ انا عندي 17 KO وان شاء الله راح يكون 18.
طبعا 17 كي او ويتمنى محمد انها تكون 18. كان ودنا انه يكون في عندنا وقت اكبر انه ناخذ تقرير لفواز فرنانديز، ولكن لضيق الوقت ما اخذناه. طبعا احنا نفس ما شفنا بالتقرير وتعرفنا على محمد علي، هو طبعا لاعب صاعد ولاعب واعد في لعبه الملاكمه والكيك بوكسينج، والان دخل على القتال المفتوح او الام ام اي. راح نعرفكم الحين باللقطات او اللحظات اللي قبل البطوله، ولكن هذا راح يكون بعد الفاصل. راح ناخذ لقاء مع اول لاعبين المشاركين في اول مباراه من بطوله حرب الاسود. يعطيك العافيه. الله يعافيك. هلا. تعرف عليك؟ فواز فرنانديز من الفلبين. فواز، نبي تكلمنا عن استعداداتك قبل البطوله، واول اول مباراه لك في هذه البطوله. ان شاء الله مستعد، وان شاء الله حيكون الفوز لي. ان شاء الله. شنو كانت استعداداتك؟ استعداداتي منيحه، ودربت ودرست لاعب منيح، وان شاء الله راح اخذها ان شاء الله. طبعا انت راح تباري الحين الخصم مالك، وهذه اول مباراه راح تبلش فيها عدل. شنو تتوقع، راح تفوز ولا تتوقع الخساره لك؟ لا ان شاء الله الفوز. طبعا الحين راح نسوي بعد لقاء ثاني مع احد اللاعبين المشاركين في بطوله حرب الاسود لليوم من تنظيم امان بروتين. تعرف عليك؟ محمد علي. محمد، يعطيك العافيه. الله يعافيك. محمد، كلمنا عن استعداداتك قبل البطوله. أنا الحمد لله إن شاء الله، يعني السادات الحمد لله كله تمام، وإن شاء الله راح أفوز بالجي إف سي. يعني تتوقع الفوز اليوم إن شاء الله؟ إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، بعد ما رجعنا من الفاصل وشفنا التقرير، صالح لاحظنا أن التصاريح كانت تصاريح نارية، وهذه اللحظات تعتبر اللحظات الحاسمة واللحظات الأهم. طبعا في هاي اللحظة يمكن يختلط لدى اللاعب الرهبة، الخوف، طبعا لأنه هذا حدث كبير. اللاعب يمكن أول مرة يكتسب هذه الخبرة أنه يكون أمام هذا الجمهور وفي هذه التجهيزات، طبعا حمل ومسؤولية كبيرة على اللاعب. كل لاعب يحاول يخفيها بطريقة أو بأخرى. يعني صح صالح، حتى لو أن اللاعبين فواز أو محمد علي أول مرة يشاركون بحدث نفس جي إف سي، هو الفايتنج كيج، ولو لاحظنا الحضور يعتبر، انا اعتبره جانب سلبي، لانه يسبب لهم رهبه فكره ان يلعبون لعبه اول مره بهذه الطريقه وتحت هذا الحضور. ومن هي طبعا دور المدرب انه يجهز اللاعب نفسيا. صحيح، هو طبعا سعود الحضور بيمثل مسؤوليه على اللاعب. تصريح اللاعب طبعا محمد فواز كان بينهم تصريح نارية كثير على مواقع التواصل الاجتماعي، انا كنت من متابعينها وشفت محمد ايش بيحكي لفواز وفواز ايش بيحكي لمحمد، وكان في منهم متابعينهم واصدقائهم كل واحد بيشجع اللاعب الثاني. طبعا الخوف والرهبة هذا شيء طبيعي، بس اللاعب القوي هو اللاعب اللي عنده الاستطاعة انه يخفي هذا الخوف، وهو هذا اللاعب الذكي. طبعا صالح، هذا شيء اكيد، هذا اللاعب يعني انا اعتبر اللاعبين ان فكرة انه وقف داخل الحلبة هذا يعتبر انجاز بحد ذاته. تمام، الحين يمكن حان موعد انه نشوف النزال، النزال الكامل بين محمد علي وفواز فرنانديز. تابعوا معنا اعزائي المشاهدين، نزال لوزن تحت 56 كيلوغرام.